ومن علامات حب الله للعبد حسن التدبير له، فيربيه من الطفولة على أحسن نظام، ويكتب الإيمان في قلبه، وينور له عقله، فيجتبيه لمحبته، ويستخلصه لعبادته، ويشغل لسانه بذكره، وجوارحه بخدمته، فيتولاه بتيسير أموره من غير ذل للمخلوق، ويسدد ظاهره وباطنه، ويجعل همه همًا واحدًا. فإذا زادت المحبة شغله به عن كل شيء. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب، ولن تؤمن والله حتى يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. ومن علامات حب الله للعبد أن يجعل في قلبه الرفق واللين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق. إذا أحب الله عبدا جعله شفيقا رحيما على جميع عباده، رفيقا بهم شديدا على أعدائه، كما قال الله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال عنهم: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ومن علامات حب الله للعبد القبول في الأرض، والمراد به قبول القلوب له بالمحبة والميل إليه والرضا عنه والثناء عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد إلا وله صيت في السماء، فإذا كان صيته في السماء حسنا وضع في الأرض، وإن كان صيته في السماء سيئا وضع في الأرض. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس، وفي رواية: ويحبه الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. ومن علامات حب الله للعبد أيضا أن يبتليه بأنواع البلاء حتى يمحصه من الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. نعم أحبتي، إذا أحب الله قوما ابتلاهم وفرغ قلوبهم من الاشتغال بالدنيا غيرة عليهم أن يقعوا فيما يضرهم في الآخرة، وجميع ما يبتليهم به من ضنك المعيشة وكدر الدنيا وتسليط أهلها ليشهد صدقهم معه في المجاهدة. قال سبحانه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، وعلى قدر الإيمان يكون البلاء. ومن علامات حب الله أن يتوفاه على عمل صالح، فالإنسان عباد الله لا يدري بما يختم له عند الموت، فعليه أن يسأل الله دائما حسن الختام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا عسله. فقيل: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يوفق له عملا صالحا بين يدي أجله حتى يرضي عنه جيرانه أو قال من حوله. اعلم رعاك الله أن الإنسان يموت على ما عاش عليه، ويحشر على ما مات عليه، ولا يظلم ربك أحدا. أما حب العبد لله فادعاء يدعيه كثير من خلق الله، ولما كثر المدعون طلب الله منهم الدليل والبينة. اعلم رعاك الله أن محبة الله دعوى يدعيها كل أحد، ف
فما أسهل الدعوة وما أعز المعنى. فلا ينبغي أن يغتر الإنسان بتلبيس الشيطان وخداع النفس إذا ادعت محبة الله تعالى ما لم يمتحنها بالعلامات ويطالبها بالبراهين. فالمحبة شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وثمارها تظهر في القلب واللسان والجوارح. فمن علامات حب العبد لله أن يحب الخلوة ويأنس بمناجاة الله وتلاوة كتابه. لله قوم أخلصوا في حبه فرضي بهم واختصهم خداما، قوم إذا جن الظلام عليهم باتوا هناك سجدا وقياما. خمس البطون من التعفف ضمرا لا يعرفون سوى الحلال طعاما. أوحى الله إلى بعض عباده: إن لي عبادا من عبادي يحبوني وأحبهم، وأشتاق إليهم ويشتاقون إلي، ويذكروني وأذكرهم. فإذا حذوت طريقهم أحببتك، وإن عدلت عنهم مقدتك. قال: يا ربي وما علاماتهم؟ قال: يرعون الظلال بالنهار كما يرعى الراعي الشفيق غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها عند الغروب. فإذا جن الليل واختلط الظلام وفرشت الفرش وخلا كل حبيب بحبيبه، نصبوا أقدامهم وافترشوا وجوههم، وناجوني بكلامي وتملقوني بإنعامي. فبين صارخ وباكي، وبين متأوه وشاكي، وبين قائم وقاعد، وبين راكع وساجد، بعيني ما يتحملون من أجلي، وبسمعي ما يشكون من حبي. فهنيئا لهم أن الله يحبهم وهم يحبونه. قال الله عنهم وأصف ليلهم ونهارهم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فمن كان النوم والاشتغال بالحديث ألذ عنده وأطيب من مناجاة الله، كيف تصح محبته؟ فلا شيء ألذ للمحب من الخلوة بمحبوبه. فلما أحبوه خلوا به وتضرعوا إليه بدعائهم. حدث حديثهم لله درهم، ففي حديثهم شرب وإسكار. أكرم من رجال لو رأيتهم، وللظلام على الأجفان ستار. تحسبهم موتى لا حراك بهم، وهم مع الله إقبال وإدبار. إن ينطقوا فتلاوات وأذكار، أو يسكتوا فاعتبارات وأفكار. فلما أحبوه فرحوا بظلام الليل، لأنه أحلى ساعات المناجاة والدعاء والخلوة برب الأرض والسماء. يقول أحدهم: أحب الليل للقاء ربي، وأكره النهار لملاقاة الناس. اشترى أبو عبد الله النباجي جارية سوداء للخدمة، فقال لها: قد اشتريتك. فضحكت فحسبها مجنونة، فقال: أمجنونة أنت؟ فقالت: سبحان من يعلم خفيات القلوب، ما بمجنونة أنا. ثم قالت: هل تقرأ شيئا من القرآن؟ قال: نعم. فقالت: اقرأ علي. فقرأ عليها: بسم الله الرحمن الرحيم. فشهقت شهقة وقالت: يا الله، هذه لذة الخبر، فكيف لذة النظر؟ فلما جن الليل وطئ فراشا للنوم، فقالت له: أما تستحي من مولاك أنه لا ينام وأنت تنام؟ ثم أنشدت: عجبا للمحب كيف ينام جوف الليل وقلبه مستهام. إن قلبي وقلب من كان مثلي طائران إلى مليك الأنام. فأرض مولاك إن أردت نجاة وتجافى عن اتباع الحرام. قال النباجي: فقامت ليلتها تصلي، فقمت من نومي أبحث عنها، فإذا هي تناجي ربها ساجدة وتقول: بحبك إياي لا تعذبني. فلما انتهت قلت لها: كيف عرفت أنه يحبك؟ قالت: أما أقامني بين يديه وأنامك؟ ولولا سابق محبته لي لم أحبه. أما قال: يحبهم ويحبونه؟ يا ابن آدم، أهجر فراشك
فإن الفراش غدا أمامك. يا حبيب القلوب أنت حبيبي، أنت أنيسي وأنت مني قريب. يا طبيبا بذكره يتداوى كل ذي علة فنعم الطبيب. طلعت شمس من أحبك ليلا، واستنارت فيما تلاها غروب. إن شمس النهار تغرب بالليل، وشمس القلوب ليس تقيب. فإذا ما الظلام أسبل سترا، فإلى ربها تحن القلوب. ومن علامات حب العبد لله أن يكون صابرا على المكاره. والصبر عباد الله من آكد المنازل في طريق المحبة، وألزمها للمحبين. فإن بقوة الصبر على المكاره في مراد المحبوب يعلم صحة محبته. ولهذا عباد الله كانت محبة أكثر الناس كاذبة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا